صباح الخير على الجميع، ما شاء الله تبارك الله. طبعا الآن ركبت الكاميرا حق الكاسكو وأشوفه عن طريق الجوال. شوف هذه عن طريق الجوال أقدر أقرب، بس ماسك الجوالين ما أقدر، وأراقبهم وأدخل لهم بس مرة في اليوم يا شباب. أوكي، هذه طريقة إنتاج الكاسكو. خلاص ما ادخل لهم الا مره، والحاليا مشغل عليهم المكيف ورايح اشوف. طبعا هذا البرنامج والكاميرا قيمتها رخيصه تقريبا ب 150 جايبين هذه. اوكي، شابك على الشبكه الواي فاي وراقبهم واشوف كيف اوضاعهم. هذه الكاميرا اللي هي شكل اللمبه يا شباب، ان شاء الله بالليل اصورها لكم تشوفوها. ما شاء الله تبارك الله، شوف الذكر اللي هنا كيف يسوي حركات حق الناخية ويطلع صوت. تسمعوا يا شباب، شوف كيف يترقص الذكر. هذه علامة ان الذكر جاهز مرة. تسمعوا صوتي يا شباب، ينزل جنيحه ويترقص، هذا يكون ذكر جاهز. شوفوا الحركات اللي يسويها. شوف كيف يترقص يروح ويجي. طبعا اول يوم لهم في القفص، ما شاء الله تبارك الله. شوف الذكر كيف يسوي يا شباب. شوف الذكر كيف يسوي يا شباب. ما شاء الله تبارك الله، الآن الذكر أول مرة يدخل في البياضة. أول مرة الذكر يدخل في البياضة يا شباب. طبعا زي ما علمتكم أنا رايح أعلمكم أول بأول، وبعلمكم الكاميرا هذه اللي حطيتها. طبعا الكاميرا حطيتها مؤقت، طبعا المفروض أحط اللي هو نشارة خشب داخل في البياضة، بس والله امس ما حطيتها. بوريكم الكاميرا هذه، والله ممتازة يا شباب، مرة رخيصة، واي فاي، وشكلها شكل اللمبة. اوكي، انا اشوفها ممتازة. طبعا زي ما علمتكم الذكر داخل البياضة، اول مرة يدخل داخل البياضة. ما شاء الله تبارك الله، فالنا التوفيق ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير يسألوني عن نوع الكاميرا اللي أنا أستخدمها حق طيور الكاسكو. هذه تقريبا والله قيمتها ب 150 160، ناسي أبد. لمبة عيدية، شوفوها لمبة عيدية، شوف وشوف هذه لمبة عيدية أبد، يجيك تشبك معها فيش، تشبك على 110 و 220. أنا حاطنها هنا حاليا، حطيت هذا وجهتها عليهم وبس. يا حلو، ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله الأمور طيبة. نشوف زي ما علمتكم، يبينا نحط لهم نشر خشب. شوف ما شاء الله الذكر على طول قاعد يفتت هنا من هذا علشان يسوي ترتيب حق العش. أوكي، طبعا دائما أول ما يخش اللي هو البياضة الذكر. أوكي، هذا الذكر والأمور طيبة. طبعا الآن بس طبعا يا شباب، الآن رايح أطفي على الكاسكو النور علشان ينام. أوكي، وبكرة الصباح الساعة 6 أفتح لهم الضوء فقط، وفالنا التوفيق إن شاء الله في الإنتاج بإذن الله. طبعا هذه الناثية للآن ما بعد تتقبل الذكر، بس إن شاء الله مع الأيام رايح أوريكم بإذن الله. نصبر عليهم شهر، شهر وشوي، شهرين، ما شاء الله تبارك الله. إذا ما شفت نتيجة معاهم رايح أستخدم إياهم طبعا خلطة ولد الشرقية لتحسين الإنتاج، لا يعلو عليها. رقم 3، نار وشرار، نار وشرار، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هذا الذكر، هذه الناثية دائما أقولكم اللي عينها دائرية تكون ناثية. القوس الذكر، وتشوف أصلا، شوف الناثية، شوف رجول. بس طبعا يا شباب الآن رايح أطفي على الكاسكو النور علشان ينام. أوكي، وبكرة الصباح الساعة 6 أفتح لهم الضوء فقط، وفالنا التوفيق إن شاء الله في الإنتاج بإذن الله. طبعا هذه الناثية للآن ما بعد تتقبل الذكر، بس إن شاء الله مع الأيام رايح أوريكم بإذن الله. نصبر عليهم شهر، شهر وشوي، شهرين، ما شاء الله تبارك الله. إذا ما شفت نتيجة معاهم رايح أستخدم إياهم طبعا خلطة ولد الشرقية لتحسين الإنتاج، لا يعلو عليها. رقم 3، نار وشرار، نار وشرار، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هذا الذكر، هذه الناثية دائما أقولكم اللي عينها دائرية تكون ناثية. القوس الذكر، وتشوف أصلا، شوف الناثية، شوف رجول. مرحبا اخواني المتابعين، يا هلا ويا مرحبا. هذا اللي حبيت اوريكم المنتج اللي قلت لكم وشفتوني استخدم اللي هو التسجيل طير الكاسكو بهذه الكاميرا. طبعا هي شكلها شكل لمبة. اوكي، تقترن بالواي فاي شبكة البيت. عيبها الوحيد انه ما فيها تركب لها شريحة، فقط تركب لها ذاكرة، ليك الذاكرة هذه حق التخزين، ميموري كارد. لو ان فيها مثلا شريحة جوال ممتازة، يعني شريحة بيانات، انا كان ودي اخذ لي 10 حبات، ابقى كنت ابقى احطها حق الخيل، كل بايكة احط لها كاميرا اطلع عليهم وانا في البيت. طبعا 10 كاميرات واجد، 4 كاميرات الى 5 تكفي الاسطبل اللي عندي. طبعا هنا فيها انارة رايح اشغلها لكم تشوفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على الجميع. ما شاء الله تبارك الله، اليوم الثاني نقدم حق الكاسكو طيور الجوز، نوع من المكملات الغذائية مثل اللوز، عين الجمل، الكازو، الفستق، السبال، الحب، التفاح، التمر. طبعا انا حاطنهم املاح وسكريات، هذا مفيد جدا حق الطيور. اوكي، شوف كيف، تمر، سبال، تفاح، عين الجمل، عنقيش، جميع اللي هو نحتاج المكملات الغذائية موجود. اوكي، هذه تعتبر خلطة مكتملة، يعني يوميا نبدل الماي، يوميا الساعة 6 الصباح نعلمهم على تشغيل النور، الساعة 6 المغرب نطفي.
طبعا يا اخوان خلاص الان قدمت لهم اللي هو الاكل، الفرش شوف على طول الفحل يحب ياكل التفاح حتى الانثى، الماي يوميا ابدله، ما يحتاج ادخل عليهم، المكيف لهم شغال الساعة 6 المغرب، ادخل اطفي المكيف واسكره الستارة، الستارة اللي زي دي يا شباب الستارة علشان يدخلها أضواء الشمس، يعرفوا هم الآن في الصباح وبالليل خلاص أطفي الساعة 6 المغرب يطفي. وفالنا التوفيق. طبعا هذه ثاني يوم أو الحلقة الثانية من تجربتي في إنتاج الكاسكو. خلاص هذا الجوال، طبعا الآن الفيديو يسجل تسجيل، ما شاء الله الكاميرا هذه واضحة واضحة مرة مرة واضحة، تشوفوا.